بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله ها قد وصل يوسف الى مصر ذلك البلد الذي قدر الله تعالى ان يكون مهدا للحضارات ومكانا لالتقاء الانبياء فقد زارها انبياء وعاش فيها انبياء ومات فيها انبياء وصالحون انها مصر قمر البلاد لقد اصطفاك الله تعالى للنبوه وما النبوه الا رساله وتبليغ واختبارات وابتلاءات للانبياء من اقوامهم فهيا الى السوق حيث يباع يوسف لو كان الأمر بيدي لظللت بجوارك يا يوسف، فإني قد أحببتك وتأثرت بأخلاقك الكريمة. هيا أسرعوا، فإن السوق على بعد أمتار قليلة، أسرعوا. ما لي أرى المال قد أعمى القلوب والبصائر. يا ليتني كنت ثريا، إذا لاشتريتك يا يوسف ولو بعمري أو بمالي كله. زوجي الحبيب عزيز مصر، ما لي أراك مهموما دائما يا ملك البلاد. الحكم مسؤولية كبرى يا زوجتي، ومصر بلد كبير. وهل يستطيع أحد أن ينازعك الملك يا عزيز مصر؟ لا أعرف ما القادم، فلقد أخذت الحكم بعد ملك، والملك قبله ملك. ولا بد من يوم انزل فيه من عرشي لن تنزل من عرشك فالناس تعبدك يا ملك البلاد واوامرك تنفذ قبل ان تحلم بها اريد شيئا جديدا في حياتي كيف وانت معك كل شيء يا عزيز مصر هكذا انا احقق كل شيء حتى ظننت اني ابحث عن شيء ولا اجده شيء يدخل السرور الى قلبي القائد قد تجهز يا مولاي بالعربه لا ادري ماذا وراءك يا عزيز مصر فحولك الجاه والسلطان والنساء وما زلت تشعر بالملل لعل هذا الولد يسلي زوجتي فهو يبدو عليه الادب الجم لقد احسنت الاختيار كما هو عهدك دوما يا مولاي يبدو على هذا الصبي الذكاء والخلق الرفيع ستفرح به زوجتي كلنا لا نهتم بغير سعادتك يا مولاي دائما انت مخلص يا رودامون وانا اثق بك كثيرا مولاي ودخل يوسف القصر ومن هنا تبدا اقوى فصول قصه يوسف الصديق رايته شامخا رغم صغر سنه حكيما رغم انه لم يتكلم شهما خلوقا رغم اني لم اعرف يا له من فتى جذاب جميل وجهه كالقمر طلته كالنجوم هادئ واثق بنفسه من اين جئت به يا مولاي لا استطيع وصفه هل هذا بشر هل هذا كائن مثل بقيه الكائنات هل هذا الجمال الرائع موجود على الارض ما اجملها من هديه يا مولاي عزيز مصر وشاهد يوسف القصر باهتمام شديد وحمد الله ان من اشتراه هو عزيز مصر حتى يعيش معززا ومكرما في ارض الكنانه ما بالك يا يوسف وقد انبهر بك الجميع وعلى راسهم زوجه عزيز مصر اهتمي به يا زوجتي الحبيبه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا نعم ساهتم به كثيرا ولكن من اين انت يا يوسف مولاتي اعتقد ان هذا عبراني من كنعان فهذه الاسماء من بلاد الشام يوسف ما اجمله من اسمه ظل يعقوب يبكي على فراق يوسف، وكيف لا؟ وهو نور عينه وحبيبه، فقده دون أي سبب، غير أن إخوة يوسف حسدوه، وغاروا منه، وغدروا به. <applause> (ضاع يوسف، سامحيني يا شقيقتي، سامحيني) لقد اشتقتُ إلى يوسف يا أبي، ولا أدري أين هو الآن، وماذا يفعل؟ ومع من يعيشُ أخي الحبيب يوسف؟ أشعرُ أنّه ليسَ للحياةِ مذاقٌ بعدكَ يا يوسف. <applause> اللهم أفرغ علينا صبراً، وأعد إلينا يوسف، وأنت نعمَ المجيبين. ربما يئس الناس من عودة يوسف يا تقي فلقد مرت الليالي والأيام وهو لم يظهر حتى الآن آه كم من غائب موجود يسير على الفطرة وكم من موجود غائب بسوء خلقه نعم غاب يوسف وانطفأ نور كنعان يا <applause> يا أخي تقي خوفي وهلعي على يعقوب النبي يتزايد، فالحزن عادة يفتك بقلب أب قد فقد ابنه. هو في غاية الحزن، ونحن حزننا لحزنه كبير، وبنو إسرائيل لن ينسوا يوسف مهما مرت الايام والسنون هي بضعه اسابيع وسيندمج ابونا في الحياه لا تقلقوا فان نعمه النسيان لن تدع ليوسف مكانا في قلب ابيه مرت السنوات ولم نستطع الاستحواذ على قلب ابينا بل ازداد حبا ليوسف ابونا يكبر في السن ويكبر فينا الندم بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على سيد الخلق حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم دخل يوسف القصر وبدا ينشر رائحه النبوه الزكيه في طرقات هذا القصر ولان عزيز مصر قد ايقن ان يوسف لن يكون شخصيه عاديه تمر مرور الكرام فقد اهتم به واوكل امره الى زاخار ليعلمه فنون التعامل مع الاسر الكبيره والتحدث معهم وكيف لا وهو النبي القادم للعالم القادر على مجاراه الملوك والامراء والان يا يوسف سامر بك على القصر لتعلم كل صغيره وكبيره فيه ومر يوسف على كل شيء وفهمه حتى يصبح مصدر ثقه لكل من في هذا القصر هذا هو مخزن التموين الذي فيه كل ما يخص القصر من حبوب وغلال واطعمه، فإننا متقدمون في فن التخزين يا يوسف، ولقد عهدت اليك بتوزيع الاطعمه على كل من في القصر، لما نراه فيك من حب للعدل والمساواه بين الناس. اهلا بك يا يوسف، نحن سعداء لانك من ستقوم بتوزيع الاطعمه على كل من بالقصر، ان غياب العداله يحرم الضعفاء من اشياء هي حق لهم فليس للفقير الضعيف من ينصفه في هذا الزمان وراى يوسف ما عليه الرعيه والقصر من ظلم وجور وان للقوي في القصر مكانه ونفوذا يستطيع بها ان ينال كل ما يريد وشاهد يوسف المصريين وفنون القتال والحروب والمعارك وكيف كان المصريون يستعدون لهذه المواقف الكبرى باحدث الاسلحه فهم اول من مارسوا فنون الدفاع عن النفس واتقنوها وقد ابتكر المصريون فن قتال عنيف وهو اللوتس فقد كانت القدرات البدنيه للمصريين القدماء عاليه هذه هي فنون القتال الفرعونيه فمصر هي من اكبر دول العالم في كل شيء حتى في العاب القوى والمصارعه نحن الافضل دائما يا يوسف أكبر دول العالم مثل الإغريق يأتون إلى مصر ليتعلموا فنون القتال المصرية. والسؤال الذي تكرر كثيرًا، في أي عصر من العصور عاش يوسف في مصر؟ فذهب البعض إلى أنه كان في زمن الهكسوس، وأن من اعتلى عرش مصر في هذه الفترة لم يكن احد الفراعنه المصريين وقد استدل هذا الفريق بان ايات القران الكريم في سوره يوسف لم تذكر كلمه فرعون مع انها تكررت في قصه موسى عليه السلام ورجح البعض ان يوسف قد عاش في عهد الملوك الرعاه من الهكسوس وهكذا تعددت الروايات حول المرحله التي عاش فيها يوسف في مصر ياشوره مولاتي سيده القصر ما رايك في هذه الثياب وهذا الشعر وهذه اللآلئ في تاجي <applause> مولاتي الملكه لا يوجد على وجه الارض من هي اجمل منك يا مولاتي ان الزمن هو اكبر عدو للمراه يا يشوره الزمن ياكل العمر وما المراه في عين الرجال الا لوحه من جمال او من جمال اه مولاتي مولاتي تقول هذا انت تجلسين على عرش الجمال وحدك يا مولاتي لا ادري لماذا اشعر بالاحباط والياس في اوقات كثيره احتاج لمن يجدد لي شبابي مولاي العزيز هو اول من يقدرك يا مولاتي ويعرف قيمه هذه اللؤلؤه الثمينه اين يوسف الان اريد ان اراه هذا الصبي احب ان اراه كثيرا ولا ادري لماذا كل هذا الشغف يوسف نعم سل عنه اين هو هذا هو النيل يا يوسف هذا من خلقه الاله رع ليروي ارض الصحراء البعيده عن يعني الماء وكلنا يصلي لهذا النهر العظيم ونقيم احتفالات وفاء النيل عند فيضانه فنحن نقدس هذا النيل العظيم وقد استعرض زاخار ليوسف هذه المعالم الاساسيه للدوله المصريه في ذلك الوقت وقد انبهر يوسف بهذه الحضاره الفرعونيه المصريه وحمد الله انه دخل هذا القصر أين يوسف يا يهوذا؟ وما شأنك أنت يا رجل؟ ما أنت إلا تابع يسير حيث نسير. أنا تابع لنبي الله يعقوب وليس لك. فأين يوسف؟ يوسف أكله الذئب. ولماذا لم يأكلك أنت ولا إخوتك يا يهوذا؟ هذا قدره. مكتوب عليه أن يخرج معنا فيأكله الذئب. فماذا نحن فاعلون يا رجل اين كانت ضمائركم الخربه حين خطط لكم الشيطان هذه المكيده لا تلقي بالتهم على الشرفاء يا زاهد ولا تقم بدور الضمير الحي الضمير الحي قد مات فيكم حتى قتلتم اخاكم لقد خسرنا زوجنا يا بلهه خسرنا يعقوب كزوج لقد حرص طول عمره على اسعادنا ليس اشد على اي اب من ان يفقد ولده يا زلفه كان الله في عون يعقوب انها جريمه العمر التي يجب الا نغفرها لانفسنا لقد فهم يعقوب المكيده حيث قال لهم ما ارحم هذا الذئب بيوسف حيث ترك له قميصه سليما. لقد أيقن يعقوب أن هؤلاء الإخوة قد تآمروا على يوسف، ولهذا فهو غير مقبل عليهم. لقد خسرنا جميعا يعقوب حين خسر يعقوب يوسف، ولن يعود يعقوب لنا ولا لأولاده كما كان يا زلفة. لن يسامحنا ابونا على ما فعلناه بيوسف وهو غير مصدق لنا ما حدث حدث يا اخوتي ويوسف انتهى الى الابد لا تقل هذا ربما اراد الله ليوسف حياه جديده نحن لا نعرفها اخشى على ابي من الهلاك ان الحزن لا يفارقه هي بضعه اسابيع وسيندمج ابونا في الحياه لا تقلقوا فان نعمه النسيان لن تدع ليوسف مكانا في قلب ابيه من انت ايها الشيطان يهوذا من اين لك بكل هذا الشر أعتقد أن المعركة القادمة ستكون بين البلاط الملكي وكهنة معبد آمون مولاي عزيز مصر نحن أقوى منهم بكثير نحن نملك القوة والسلاح وهم لا يملكون شيئا البلاط العالي للملك أمن حطب قد أرسل في طلبي سيدي الحاكم إننا جاهزون من أجل الحفاظ على ملكه أين يوسف؟ واين زخار مولاي عزيز مصر ماذا عن يوسف هل علمته وهذبته كما طلبنا منك يوسف هو القادم لكي يغير وجه الحياه في مصر ولكن لكن ماذا يبدو ان خلافه مع الكهنه قد بدا مبكرا معركتنا قد بدات مع الكهنه بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما زال يوسف منبهرا بحضارة المصريين في ظل حكم أمن حطب حاكم مصر ويليه عزيز مصر والمعركة القادمة ستكون بين البلاط الملكي ومعبد آمون وسيكون يوسف طرفا فيها وهكذا أهل الحق قوى اهل الباطل دائما في صراع لا ينتهي وكان عمل يوسف هو حسابات توزيع الطعام على كل من في القصر والمعبد نحن مع ما يقول يوسف ولكننا خدام معبد امون وناخذ ما تريده الالهه الالهه لا تاكل كل هذا الطعام هذا ليس من شانك ايها العامل الحقير وراى يوسف بنفسه ما يفعله كهنه معبد امون في البلاد وكيف يستاثرون بكل شيء من مال وطعام وملذات الحياه متعللين بانهم خدام الالهه من يوسف هذا يا كبير الكهنة؟ وكيف أمكنه أن يتسلل إلى قلب عزيز مصر هكذا؟ نحن لن نسكت على ما يفعله عزيز مصر وملكه أمن حتب. لابد للمعبد أن يجهز نفسه للفتك بهما وتخليص طيبة منهما. لا اريد ان ادخل هذا القصر مره اخرى يا كبير الكهنه كيف ذلك لابد ان نجند رجلا لنا داخل القصر حتى ياتينا بكل ما هو جديد انها فكره عظيمه فكره عظيمه يا كبير الكهنه ولكن من هو هذا الرجل لقد حددت اسما معينا يتمتع بثقه كبيره لدى عزيز مصر تقصد نعم اعتقد ان المعركه القادمه ستكون بين البلاط الملكي وكهنه معبد امون مولاي عزيز مصر نحن اقوى منهم بكثير نحن نملك القوه والسلاح وهم لا يملكون شيئا البلاط العالي للملك امن حطب قد ارسل في طلبي سيدي الحاكم اننا جاهزون من اجل الحفاظ على ملكه اين يوسف واين زخار مولاي عزيز مصر ماذا عن يوسف هل علمته وهذبته كما طلبنا منك يوسف هو القادم لكي يغير وجه الحياه في مصر ولكن لكن ماذا يبدو ان خلافه مع الكهنه قد بدا مبكرا معركتنا قد بدات مع الكهنه وكان يوسف الصديق عليه السلام يتفرغ للعباده في جوف الليل يدعو ربه ويسبح ويصلي في الخفاء دون ان يراه احد من الناس فهو في مكان لا يعترف حتى الان بعقيده التوحيد يوسف مولاتي تريدك علمت انك عبراني من بلاد بعيده لا تعرف شعائرنا ولا طقوسنا اريدك يا يوسف ان تعلم كل شيء يجري هنا <applause> لا ادري لماذا كل هذا الاهتمام بك وكان اهتمام امراه العزيز بيوسف واضحا منذ دخوله القصر اريدك عالما بكل ما هو جديد عليك اريدك مكتملا دائما يا يوسف لا ادري ما الذي تخبئه الايام لك يا عزيز مصر هل سيظل امن حطب متمسكا بك هل ستظل مسيطرا على الكهنه والمعبد هل سيكون للخيانه دور في الاطاحه بك مولاي الملك ماذا بك يا زوجي الحبيب لا ادري حتى الهموم قد وصلت حجره نومي الا ترى هذا ظلما لي يا زوجي الحبيب ظلم اي ظلم وعلى من وقع فلولا وجودي على العرش ما كنت ملكه يا زوجتي فكفى بالحكم فخرا والحب يا مولاي اكن لك حبا كبيرا انت تعلمين ذلك يا زوجتي وانت تعلم ان الحب هو اقوى ما تتمناه المراه من زوجها حتى وان كانت ملكه وانا لا ابخل عليك لا ابخل ابدا وتعلمين مدى حبي لك يا زوجتي هل سيكون الحب هو سيد كل ما يجري بهذا القصر هل ستكون العاطفه الجامحه هي من تحول مسار حياتك يا يوسف الصديق ربما فمن الحب ما قتل ومن الحب ما انقذ اقواما من الهلاك وعبادا من الضياع يا ليئه هذا ليس موقف خلاف بيننا فنبي الله يعقوب هو زوجنا نعم ولا بد من المحافظه على حياته وراحته فقد كاد الحزن ان يقضي عليه لماذا انت صامته يا ليئه انتم من قتلتم القتيل ثم تواسون اهله وذويه انتم من دبرتم لكل ما جرى مع اولادكم واولادك وأولاد بلهة، إخوة يوسف كلهم شاركوا فيما حدث. وماذا حدث يا زلفة؟ وأنت يا بلهة؟ أحياناً يكون الصمت أبلغ من الكلام، فماذا تريدان مني الآن؟ هيا يا بلهة، يبدو أن القلوب ممتلئة بالكره. ليس كرهاً، إنما هي الحقيقة المرة. صبيٌ في عمر الزهور يفقد أهله وعشيرته بسبب حقد إخواته وحسدهم له علينا أن نتعاون لإنقاذ يعقوب يا زلفة يعقوب لن يضيع فهو نبي الله وقد علم أن الابتلاء هو سنة الله في عباده الصالحين الحزن على وجه نبي الله يعقوب لا يفارقه وماذا كنت تتوقع لنبي الله يعقوب بعد كل هذا الغياب ليوسف الصديق زاهد ما المانع ان نبحث عن يوسف يا زاهد لا مانع فلنبحث عن يوسف نعم نبحث عن يوسف ولكن ولكن كيف يا تقي كيف ساحضر راحلتي سالف هذا العالم بحثا عن يوسف الصديق لا باس وانا ايضا ساجهز راحلتي معك يا تقي وسنبحث عن يوسف معا مولاتي الملكه طاب مساؤك طاب مساؤك يا ياشهرا ماذا بك يا مولاتي؟ أراك قلقة متوترة أشعر بملل الناس تحصد الملوك وزوجاتهم على الرفاهية بينما هم في بؤس أحيانا عليك أن تذهبي للإله أمون في أقرب فرصة نعم أريد أن تحل علي بركة آمون أين يوسف يا ياشورة؟ يوسف؟ في حجرته يا مولاتي هو بخير؟ اطمئني يا مولاتي، إنه بخير. ضعي يوسف تحت عينيك دائما حتى يظل سالما وبخير. أمر مولاتي. اذهبي لتنامي يا شورى. أيها الزمن، لا تقترب مني، فإني أعتبرك عدوي الأكبر. اهلا 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 برجلنا رجل المعبد في بلاط العزيز بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على اشرف الخلق سيدنا محمد بن عبد الله بدات المعركه سريعه بين معسكر الايمان الذي جاء به يوسف وبين ما هم عليه في معبد امون من وثنيه واستمرت الحرب بين معبد امون وفي الجانب الاخر عزيز مصر وامن حتب حتى من راوا يوسف منهم من ناصبه العداء ومنهم من احبه فلقد اصبح امام يوسف الكثير من العقبات لتوصيل رساله رب العالمين لاهل مصر اهلا 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 برجلنا رجل المعبد في بلاط العزيز ماذا تريد مني يا كبير الكهنه نريد ان تكون رجلا لنا في القصر وتاتينا بأخبار كل ما يجري هناك أن تعرف الخطط القادمة للعزيز والملك وفيما يفكرون والمقابل المقابل رضا الإله آمون عليك يا ردمون دعك من رضا الآلهة الآن قل لي ماذا يمكن ان استفيد ان اصبحت رجلكم في القصر ملك طيبه متاح للجميع بمجرد هزيمه العزيز وليس هناك من هو افضل منك في هذه المرحله هذه مخاطره كبرى ومع هذا ساحاول جاهدا ان اكون عونا لكم شريطة أن يكون لي ملك مصر بعد التخلص من الملك ونحن من سيجعل الإله آمون يدعمك ويساندك في القصر لتنجز هذه المهمة الآلهة قادرة على حمايتك يا رودامون <applause> إذا كانت الآلهة قادرة فلماذا استعنتم بي من الأصل؟ هي مصالح مشتركة بيننا، ومن الآن لي نصيب فيما يأتي لكم من خيرات. أنجز مهمتك في القصر، وأعد لنا طيبة من أيديهم، والإله لن يبخل عليك بشيء. وقف يوسف يشاهد طقوس عبادة آمون. متعجبا من اناس تفرغوا تماما لعباده الاوثان دون ان يفكروا في وحدانيه الله الواحد الاحد يوسف النبي في مجتمع جديد عليه لا يعرف عنه الكثير ايها الاله امون اريد ان تربح التجاره التي كسدت واريد ان اصبح ثريا وعظيما فاستجب لدعائي يا الهي هل تريد ان تصبح عظيما نعم تعال معي فاني سوف اتوسط لك عند الاله امون لقد اخذت مني اموالي وذهبي ولم تفعل شيئا من قبل توقف عن هذا الحديث يا رجل والا حرمتك من عطف امون هيا, هيا. تعال اليس في هذا العالم رجل يحول حياه المصريين الى حياه عادله مستقره هنا في مصر الزوج هو من ياتي لزوجته بالجهاز وينفق عليها ويقدم لها الذهب والفضه ويظل بينهما رباط ابدي حتى عند الموت تدفن الزوجه الى جوار زوجها ظل زاخار متابعا ليوسف معلما له كل ما يمكن ان يتعلمه من فنون وعلوم مختلفه وعندنا نحن المصريين تعدد للزوجات وايضا يوجد طلاق ولكننا نفضل أن نعيش مع زوجاتنا حتى الموت يا هذه الأسلحة من الممكن أن تستخدمها في الحرب هل تعتقد أن المعركة مع جنود آمون ستكون سهلة؟ نحن ننفذ الاوامر فقط يا رودمون ولسنا طرفا في تحديد الخسائر والمكاسب لدى الطرفين افهم من هذا انك لا تهتم بالنتيجه هذا لن يفرق كثيرا المهم لمن تكون الغلبه نعم ولكني اعتقد ان الكهنه اذكى من ان يصطدموا بالملك في هذه المرحله كان يوسف عليه السلام يساعد الفقراء والمساكين ويعطف عليهم ويعطيهم مما وجد من خيرات في قصر عزيز مصر ما اطيبك يا يوسف يا حبيب الفقراء والمساكين ليتك كنت معنا منذ زمن بعيد اذا لانصفتنا من هذا الظلم وكان يوسف يعلم من حوله امور التوحيد خالتي هيا جهزي الطعام كبرت يا بنيامين واصبحت شابا قويا ولكن فرحتي بك لم تكتمل اعلم ان غياب اخي يوسف قد فعل بنا كل هذا يوسف الجرح العميق الذي لا يمكن ان ننساه ابدا انما يحزنني يا خالتي انني لا اعرف ماذا حدث ليوسف وماذا فعل اخوتي به هناك قلوب سوداء لو غسلت بماء البحر لن تطهر ابدا لو كان احد غيرهم هو من فعل هذا باخي ما تركته ابدا ولكنهم اخوتي فماذا افعل يا خالتي لتعلم يا بني انك ويوسف مثل ابنائي بعد موت امكم راحيل لن ابتعد عنكما ابدا فضلك علينا يا خالتي لا يمكن ان ننساه يوسف لقد أصبحت مصدر ثقتي وسندي في هذا القصر، وأنا أوكل إليك شؤون هذا القصر كله. كانت خطوة مهمة في حياة يوسف الصديق أن يثق به عزيز مصر إلى هذا الحد. فقد كبرت يا يوسف وأصبحت شابا جميلا وقويا. أنت أقرب إلي من أي رجل من رجالي يا يوسف، أثق بك. واستامنك على نفسي وعرضي ومالي اوضح له يوسف انه عند حسن ظنه وانه لن يضيع عزيز مصر ابدا الكهنه يسيطرون على مخازن الغلال ياخذون اموال الناس بالباطل ما أجملك من شاب وسيم، متزن، تعجب النساء، بل وتسحر كل من رأتك، ما لي أراني عاشقة، ما لي أراني أميل إليك كل هذا الميل يا يوسف، أفقد إرادتي عندما أراك، أخاف على نفسي منك. ولكن نفسي تطوق إليك كأنك الرجل الوحيد في هذا العالم آه يا يوسف ولكني سأظل أقاوم هذا الإحساس حتى النهاية فأنا الملكة المتوجة والملكة لا تضعف أبدا اعلم يا يوسف ان عقيدتك تخيفهم لا تندهش فان الاخبار تصل الينا بانك تدعو الى الهك الاله الواحد وما اثق به ان يوسف دائما على صواب يا جنود امون استعدوا فان البلاط العالي وجنوده يريدون ان يتخلصوا منكم يريدون ان يسيطروا على الاله يا امون كيف لهؤلاء ان يهزموك يا امون وانت الاله الذي يرزقهم ويعطيهم ويفيض عليهم من عطاياه مستحيل ان يحدث هذا فان جنود امون يحتمون بقوته وسلطانه طالما كان مستيقظا نريد الحرب نهارا فماذا لو هجموا علينا وهو نائم فلياخذ امون كل شيء شريطه ان يحميني اكثر من غيري الا ياكل الاله امون طعامنا ويحارب بدلا منا هيا يا جنود لا وقت للجدل فان امون يدافع عنكم هيا هيا يا لاخور اذهب واحضر الاطعمه للجنود ولامون الا يستطيع امون ان يمنع المعركه من الاساس ام ان سلطانه علينا فقط بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله ما زال يوسف منبهرا بحضاره المصريين في ظل حكم امن حطب حاكم مصر ويليه عزيز مصر والمعركه القادمه ستكون بين البلاط الملكي ومعبد امون وسيكون يوسف طرفا فيها وهكذا أهل الحق وأهل الباطل دائما في صراع لا ينتهي ما لي أرى نفسي أزداد اهتماما وولعا بالتزين والتجمل كأنني مقبلة على عرس كأنني فتاة تبدأ أولى خطوات أنوثتها، تخاف من أعين الناس أن تلحظ بها عيبا، <applause> يوسف، هل هل فعل بي يوسف كل هذا؟ لقد بدل حياتي، جعلني امرأة أخرى. غير التي كانت كل سنين عمرها زوجه محبه لبيتها وزوجها هل هل انا الان خائنه هل هناك خيانه بالفكر قبل الروح والجسد والقلب اه منك يا يوسف ما كل هذا الجمال والسحر يا مولاتي، طعام الغداء قد تجهز. كدت أن أصدقك يا ياشورة، هل أنا بالفعل امرأة جميلة في عيون الناس؟ الملكة هي أجمل امرأة على وجه الأرض، العيون الساحرة، القوام، الرقة، والأنوثة. ويوسف، هل شعر بكل ما تقولينه يا يشوره؟ إنه دائما يتجاهلني ولا ينظر إليّ أبدا. فيما تفكرين يا مولاتي؟ لا، لا شيء. أين يوسف الآن؟ هو في حضرة عزيز مصر، يتشاوران في أمور البلاد. هكذا العزيز، يثق بيوسف ثقة كبيرة. وهو اهل لها هيا يا مولاتي فالطعام جاهز اكرر على نفسي لا يجب ان اذكر يوسف كثيرا امام الناس ولكني انسى ربما لا استطيع ذلك وكان يوسف منشغلا طوال الوقت بتعريف الناس برب العالمين وبدا اسمه يشيع في كل مكان بالصدق والامانه لم يكن هذا يعجب الكهنه فهم يعتبرون يوسف عدوا منافسا لهم في كسب قلوب العباد هل تريدون أن يغضب عليكم الإله آمون فيغرقكم بالأمطار والأعاصير هيا تبرعوا له حتى ينعم عليكم بنعمة الأمن والأمان خذوا كل أموالي واعطوها للإله آمون هذا هو كل ذهبي، وهذا هو كل مالي، خذوه، خذوه، ولكن لا نريد كوارث ومصائب، لا نريد كوارث ومصائب. لو بخلتم مرة أخرى على إلهكم، فسوف يلعنكم في كل مكان، حتى طعامكم أعطوه لآمون. حتى يرضى عنكم يا سيد لاخور لقد رايت يوسف يدعو الناس الى عباده ما يسميه الاله الواحد لن يكف يوسف هذا عن معاداه الهنا امون ماذا بك ايها العبراني ماذا تريد ولكن لماذا لا يرد عليه الهنا امون كيف أيها الحارس؟ سمعته يقول: إن آمون لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، وإن إلهه الواحد بيده الخير كله. <applause> آمون أكبر من أن يرد على هذا. لماذا يا سيد الأخور؟ لأن يوسف كثيرا ما يتحدث عن إلهه الواحد. ليلا وامون ينام ليلا فكيف يرد وماذا يضر الهنا امون لو سهر ليله واحده فقط كي يرد على يوسف ثم ينام بعدها ما يشاء سندرس الامر ولكن ما يفعله يوسف يحتاج الى وقفه حاسمه اين ذهب يوسف يا ملك البلاد هو يتفقد احوال الرعيه اراك تزداد ثقه به يا مولاي يوما بعد يوم يوسف له من العلم والدراسه وحسن الخلق ما يجعلني اثق به ثقه كبيره فاجعله يحمل عني بعض المهام الشقه انني احصد يوسف على ثقه مولاي فهو شرف عظيم لكل من تقرب منك. تعرفين يا زوجتي الحبيبة، كم أكن لك من حب واحترام كبيرين. فأنت نعم الزوجة الصالحة المخلصة لزوجها. طاب طعامك يا مولاي عزيز مصر، طاب طعامك يا مولاتي الملكة. ماذا بك يا زخار الأمين؟ سيتم توقيع عقوبة. على الزوجة الخائنة لزوجها يا مولاي فهل تحب أن تشارك في رؤية هذا العقاب؟ لا 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 أود ذلك يا زخار دعنا نتناول طعامنا في هدوء أعتذر يا مولاي عما بدر مني لا عليك يا زخار لماذا لم تذهب يا مولاي؟ ألا يثير فضولك مثل هذا العقاب؟ لا، ثم إنني أكره الخيانة والخائنين. نعم، ما أقوله لكم هو الصدق. هم يحضرون لاجتماع المعبد وقتالكم. الويل للبلاط العالي، فنحن نجهز لهم الفرسان الأشداء. ستكون معركه حاسمه ان ارادوها الان فهم من سيندمون ندما شديدا وهم ايضا قوه لا يستهان بها المهم انك معنا يا رودمون وفي الوقت المناسب سيتوجه جنودك نحوهم فننقض عليهم وينتهي امرهم الى الابد هذا ما أردت أن أبلغه لكم يا كبير الكهنة وستعرفون مني الجديد دائما لقد صدق هذا الخائن أنه من الممكن أن يكون حاكما على مصر إن هو إلا أداة نحقق بها أهدافنا وننفذ بها إرادتنا وإرادة آمون آمون لا يساوي شيئا بدوننا يا كبير الكهنة، أليس كذلك؟ لا خور، نحن من نصنع الآلهة، نحن من نؤلههم، وعلى الناس أن تسمع وتطيع وتعبد ما نختار نحن لهم. اظن ان يوسف لو كان على قيد الحياه لاصبح شابا جميلا يلفت الانظار ويخطف القلوب الجريمه التي لا تنسى والذنب الذي لا اغفره لنفسي دعك من هذه الاحلام الورديه فقد قضي الامر يا لاوي مرت السنوات ولم نستطع الاستحواذ على قلب ابينا بل ازداد حبا ليوسف وربما ازداد بغضا لنا بعد ان تيقن من اننا كاذبون لا اعرف لو عاد بي العمر هل كنت ساشارك فيما حدث ام لا لا اعرف لست وحدي من قتله كلنا شاركنا في قتل يوسف من انت ايها الشيطان يهوذا من اين لك بكل هذا الشر ابونا يكبر في السن ويكبر فيه الحزن، ويكبر فينا الندم، وتصغر في عيوننا الدنيا بكل ملذاتها. هيا هيا بنا لنرعى الاغنام. لا ادري كيف صارت بكم الايام يا آل يعقوب. ما بين احزان والام متتالية. ما لي أراك يا ملكة البلاد. تتجملين وتتزينين ليل نهار <applause> كادت المرآة أن تصبح جزءا من يديك أظن أن هذا يسعدك يا جلالة الملك يسعدني وأيضا يثير دهشتي <applause> يثير دهشتك أي دهشة الانبهار بجمال زوجتك يا مولاي؟ ربما دهشة الفضول والتساؤل، ما الذي استجد علينا؟ ما الذي يدور بخلدك يا زوجتي؟ لا أعرف أأزداد فيك حبا أم شكا؟ بل ما الذي يدور في خلدك أنت أيها الملك؟ هل أصبح حب يوسف واضحا؟ على ملامحي، على حركاتي، على سكناتي، على مكحلتي، هل أصبحت أنوثتي مزدهرة في العيون إلى هذا الحد؟ لا أعرف، لا أعرف إلى أين المصير معك أيها العزيز، إلى أين؟ ربما قادتني نفسي <applause> إلى الهلك. آه، آه منك يا يو. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على اشرف خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله اكثر ما تخشاه على نفسك يا يوسف هو الفتنه فانت تحمل مؤهلات كثيره فها هي امراه العزيز لا تكف عن اعجابها بك لقد شغفت بك حبا ما الذي يلفت نظر مولاتي ملكه البلاد في هذه الساعه اراك شارده يا مولاتي لا شيء يا ياشوره غير انه دائما ما اسرح بخيالي في اشياء جميله مولاتي اتركي للخيال العنان كيفما شئت ولكن لا تطبقي هذا في الواقع ماذا تقصدين يوسف ماذا جرى ليوسف؟ هل هو بخير؟ نعم، يوسف بخير، أما مولاتي. ماذا؟ قولي ماذا جرى لمولاتك؟ مولاتي، هل يتملكك حب يوسف؟ لا، ماذا تقولين؟ لا. يا ملكة البلاد، هذا أمر أوضح من شمس النهار. لهذه الدرجة؟ يبدو على زليخة حبها وضعفها أمام يوسف أخشى أن يسترق مولاي عزيز مصر السمع سأنصرف يا مولاتي فإن الأمر أخطر مما تتخيلين ألي هذا الحد وصلت بك مشاعرك يا زليخة أصبحت عاشقة ولمن عبراني على ماذا انت مقدمه يا ملكه البلاد لابد من عمليه كبيره نثبت بها للبلاط العالي ان المعبد ليس ضعيفا واننا قادرون على سحقهم ولكن امن حتب قد رتب اوراقه وجهز جيوشه ايها الكاهن العظيم ايها الغبي اقول لك سنقوم بعمليه كبيره ولم اقل حربا كما تحب وتشاء ايها الكاهن العظيم علينا ان نحافظ على قوه وهيبه امون فهو مصدر قوتنا وسيادتنا في هذه البلاد نحن مستعدون يا كبير الكهنه أريد أن أطمئن على قوة جيوش الملك ومدى استعدادها للقتال. لقتال من يا مولاي عزيز مصر؟ الأعداء في كل مكان يحاوطوننا، يريدون إسقاط ملكنا على طيبة. ثق بي يا مولاي، قواتنا جاهزة. <applause> لا يوجد على هذه الأرض من يقوى على قتالنا، ولكن للمعبد أيضا جنود يردمون. نحن الاقوى يا مولاي ما دمت انت قائد قواتي فلن اقلق ابدا تستطيع الانصراف مولاي عزيز مصر زخار اريد ان اطمئن منك على يوسف يوسف انسان مثالي يا مولاي تقي عفوف نقي السريره مستامن على المال والعرض اشعر ان يوسف هو اقرب الناس الى قلبي اشعر بثقه غاليه فيه يا زخار يوسف اهل للثقه يا مولاي عزيز مصر اظنه زاهدا في الملك والزعامه لا يرغب في شيء مما نحن فيه من متاع الدنيا هو زاهد عابد متوجه للاله بكل روحه اذا كان اله يوسف يحث على كل هذه الفضائل فمن يكون امون هذا الذي ياخذ ولا يعطي ولا ينصح ولا يعلم ابحث في نفس يوسف عن الطهر والنقاء تجده في اجمل صوره اراك تحب يوسف يا زخار من الذي تجرا وقاتل جنودي في هذه البلاد من الذي تجرا ليكسر هيبتي ويقتلع جذور ملكي لا تقلق يا مولاي ملك البلاد فان التحقيقات ستبدا فيما جرى ولن يفلت من فعلها تحقيقات اي تحقيقات يا زخار من الذي اخذته العزه لهذه الدرجه وحاول اقتحام قصري ان لك اعداء يا مولاي من هم يا رجل من هم وكيف خططوا ودبروا هذه المفاجاه الصاعقه مولاي ملك البلاد دعنا نحقق في الامر حقق حقق ولكن هذا لن يشفي غليلي ابدا حقق حقق ما الذي جاء بك إلى هنا؟ من أنت أيها الجندي؟ لا تريد أن تتكلم ها؟ تكلم! كفى! كفى! لن أنطق بكلمة واحدة! كأنك أنت من تأمر وتنهى هنا. قل لي: لحساب من تعمل؟ ايها الجندي الباسل الشجاع تكلم امون مم. انت من عبيد امون المخلصين <applause> ان العمليه التي قمنا بها قد هزت عرشهم وزلزلت قلوبهم وقد تمكن الرعب من البلاط العالي <applause> الان يقومون بنشر قوتهم في كل الاماكن بحثا عن الابطال الذين قاموا بالعمليه السريعه الخاطفه دعهم في غرورهم يعمهون ما هم الا قله من المتكبرين على الاله امون لا تغضب يا اله الالهه لا تغضب نم هانئا وقر عينا يا امون ارى ان العزيز والملك ستحدث بينهما فرقه وانشقاق أيها الكاهن العظيم أنا لا يشغلني هذا فطموحي هو الإطاحة بهم من سدة حكم طيبة طموحي هو ملكهم كيف تجرأ هؤلاء يردمون على مواجهة البلاط الملكي ومهاجمته؟ هل ضاعت هيبة الملوك؟ مولاي عزيز مصر سيتم القبض عليهم في أسرع وقت ممكن. ليست القضية أن يتم القبض عليهم، إنما كيف فعلوا ذلك؟ من وراء ما يجري في طيبة يردمون؟ الحرب شرسة يا مولاي، ولنا أعداء في الداخل والخارج ينتظرون سقوطنا. لن نسقط أبداً. اذهب عني الآن. اذهب. هيا. وكان يوسف الصديق لا يمل من الدعوه الى الله مهما كانت العراقيل كان يحارب عباده الاصنام ولكنه لم يكن يعرف انه هدف قريب لفتنه النساء وما يدور في خلد زوجة العزيز التي احبته واعدت العده لمحنته التاريخيه المشهوره انه خاتم الملك يريدون ان يرسلوا الينا رساله انهم عرفوا من هاجم قصرهم يا ياشوره ياشوره مولاتي ملكه البلاد زليخه اين مولاتي عزيز مصر عند الملك امن حطب بعد ان هاجموا قصره اذن ارسلي في طلب يوسف حل بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على اشرف خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله امراه العزيز لا تريد ان تترك يوسف الصديق فهي تحبه حبا كبيرا ولكن يوسف الصديق وهو نبي معصوم لا يمكن ان يقع في مثل هذه الخطيئه العزيز يثق بيوسف ولا يمكن له بحال ان يسيء به الظنون فقد تربى في بيته وربما اتخذه ولدا وسندا ولكنه كيد النساء ومكرهن ويوسف لم يملك من امره شيئا وهذه هي النقله التاريخيه في حياه يوسف الصديق عليه السلام يا عزيز مصر انت الرجل التابع لي في ملكي وانا اثق بك فما بال كهنه المعبد تميزوا في حياتهم عن المصريين جنود المعبد والكهنه قد انكشف امرهم يا ملك البلاد امن حتب ونحن لن نصمت كثيرا على هذا لا بد ان تحترس يا عزيز مصر فالكهنه لديهم جواسيس جواسيس اقطع رقبه كل من تشك به ممن حولك اخشى ما اخشاه هو الغدر يا ملك البلاد لم يترك الكهنه شيئا الا واخذوه الاطعمه والاموال والثمرات والذهب كل شيء راح في بطونهم وجيوبهم لابنائهم ولذويهم وتركوا فقراء مصر يعانون فماذا نحن معهم فاعلون؟ مولاي ملك البلاد أبن حطب علينا أن نستعد بكل الطرق للهجوم على المعبد إذا يا زخار يا وزيري جهز كل أسلحتي ومعداتي واجعلها تحت أمر عزيز مصر وجنوده سمعا وطاعة يا مولاي هيا يا رادمون تعال معي ما كان لنبي من انبياء الله تعالى ان يمل من عبادته والتوسل اليه ليل نهار وهكذا كان يوسف في قصر عزيز مصر لم تغره الدنيا ولم تاخذه رفاهيه القصر عن عباده الله الواحد الاحد او الدعوه الى دينه يوسف مولاتي تريدك لا تتاخر عليها وانصاع يوسف لطلب امرأة العزيز، وذهب إليها وهو لا يدري ما تضمره من مكر وكيد عظيم. يوسف، أنت. أنت تعلم أنني أعاملك كملك متوج، لك عامل بالقصر، أو خادم من خدام الملك القلوب لا يملكها الا الاله امون وقد وجه قلبي اليك يا يوسف يوسف الصديق في فتنه الان وهو لا يعلم ما الذي تخطط له زوجه العزيز كبرت في القصر يا يوسف كبرت أمام عيني، وكنت وما زلت في عيني أجمل الفتيان. يوسف، هل تقبل حبي يا يوسف؟ يوسف لا يمكن أن يفعل الفاحشة. يوسف لن تستطيع ان تهرب مني ابدا لن تستطيع ها انا قد خلقت الابواب فهيت لك هيت لك يا يوسف هيت لك قال يوسف معاذ الله ويهرب يوسف منها بعد ان شعر بانها لن تتركه ابدا اني احبك يا يوسف احبك فلا ترحم مشاعر امراة تهواك، امراة هي ملكة البلاد، امراة عشقها ملوك الارض، وهي عشقتك انت، انت ايها العبراني، لن اتركك، لن اتركك يا يوسف. قال معاذ الله. يوسف لا يعصي ربه، ولن يضعف امام اغراءات امراه مهما كان ملكها وحسبها ونسبها. يوسف اوى الى ربه القوي المتين، واستبق الباب وقدت قميصه من دبر. يوسف! يوسف! لن اتركك! لن اتركك! لن اتركك حتى تفعل ما اريد فعله بمولاتك يا يوسف يا راعي الأغنام أوه. ما, ما من أراد أن يفعل بأهلك سوءا يا عزيز مصر إلا أن يسجن أو عذاب أليم يوسف حاول التهجم علي في غيابك يا عزيز مصر <applause> وقف يوسف مدافعا عن نفسه قائلا: هي راودتني عن نفسي. وقف يوسف يدافع عن صدقه وشرفه، وامتنانه وعرفانه بالجميل لعزيز مصر، وأنه لا يمكن أبدا أن يخونه في عرضه ولا ماله ولا أهله. وقف يوسف يدافع عن أخلاق النبوة الكريمة. يوسف لا يخون يا عزيز مصر. أصدق أن السماء نزلت، وأن الأرض قد صعدت. أصدق أن الحجر نطق وتكلم، وأن البحر جف، وأن النيل اختفى من على وجه هذه الأرض. ولا أصدق أبداً. يوسف يوسف يخون عزيز مصر كيف كيف فعلت هذا؟ كيف فعلت هذا؟ لماذا خنتني في عرضي ايها الفتى العبراني؟ كيف فعلت هذا بي؟ لقد افقدتني الثقة بكل شيء يا يوسف زخار يا زخار ائتوني بزخار فورا و... ولدي استغل غيابك يا ملك مصر وتسلل إلى حجرتي يا شورى ماذا فعل يوسف؟ قولي قولي لمولاك الملك قولي لقد استغل غياب مولاي وتسلل إلى حجرة الملكة وتكالب الكاذبون على يوسف، وأصبح في أشد الحاجة إلى العدل والإنصاف، فهو لم يفعل كل هذا وهم يعلمون. مولاي العزيز، إن كان قميصه قد من قبل، فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين ونظر العزيز إلى قميص يوسف فعلم أنه مظلوم فالقميص قد قد من دبر ويوسف من الصادقين يوسف لم يفعل هذا لم يفعل هذا يا زليخه لما؟ لم فعلت هذا لم يا ملكه البلاد زليخه زليخه التي انبهر بجمالها ورونقها اعظم ملوك الارض تقع في حب يوسف تبا لك تبا لك استغفري لذنبك يا زوجه العزيز استغفري, استغفري. آه. قاسمة الظهر هي يا عزيز مصر أإلى هذا الحد أصبحت ضعيفا، حتى زوجتك الجميلة خانتك. الحب الكبير، زليخة، الحب الكبير في حياتي، زهرة عمري، مليكتي، عشقي وزوجتي، تخونني. ومع من مع من شاب صغير كان يرعى الغنم في صحراء شاسعه عقيمه آه. الى هذا الحد هنت على نفسك وعلى الناس يا عزيز مصر الى هذا الحد من أي نهر سوف تأتي دموعك يا زليخة وعلى ماذا سوف تبكي لا مكان للعفو عنك يا زليخة لا مكان للعفو عنك يا زليخة الفضيحة العار العار يا زليخة العار يا زليخة 老的死了一个。<noise> بسم الله والصلاه والسلام على سيدنا محمد ابن عبد الله نجا يوسف الصديق مما ارادت ان توقعه فيه زوجه العزيز فمن تربى على الفضيله لا يستسلم للفتن والرذيله هكذا شان الله تعالى مع عباده الصالحين ولكن الفتنه ما زالت قائمه وزوجه العزيز لم تستسلم حتى الان هكذا يا زليخه يا ملكه البلاد اصبحت لقمه سائغه في السنه الرعيه يحملون سيرتك من هنا وهناك يتحدثون عن ضعفك امام الفتى الكنعاني راعي الأغنام، لم كل هذا الإنكسار قد حدث يا زليخة؟ هكذا العشق يكسر قلوب النساء، حتى وإن كانت زليخة. يا شورى، ماذا تقول الرعية عني؟ ماذا تقول عني نساء طيبة؟ لا يقولون إلا كل خير يا مولاتي. لا أظن أن النساء بعدما جرى سيقلن خيرا يا هيشورة فقولي يقولون يقولون امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه يوسف هو من جعلني بضاعة رخيصة في سوق النساء هو يوسف تأمرين يا مولاتي يا جهزي لحفل كبير سندعو فيه النساء التي تحدثنا عن فتنتي بيوسف سمعا وطاعة يا مولاتي الملكة يا زخار أمر مولاي هل رأيت من يوسف طوال عمره معنا أي شيء؟ ماذا تقصد يا مولاي؟ هل كان يوسف يميل إلى مولاته زليخة؟ هل أحبها؟ يوسف لا ينظر إلى ما لا يملك يا مولاي المشكلة الكبرى أنني أعرف أن يوسف على دين وخلق عليها أن تعود إلى رشدها يا مولاي. أما يوسف فهو بريء. القميص وقد قرب من دبر. الناس وقد جعلتنا حديثا مبتذلا ومهينا. فأين أذهب أنا؟ أين أذهب؟ أين أذهب؟ مولاي هون على نفسك. أهون على نفسي. رجل مذبوح في عرضه، مجروح في كرامته. لقد انهار عزيز مصر. لقد انهار عزيز مصر. مرت السنون يا تقي. ونحن نبحث عن يوسف ولم نجده لا تياس من روح الله يا زاهد لا لن اياس حتى اعود بخبر عن يوسف او اجده لقد شتت هؤلاء الاخوه الحاقدون شمل يوسف وابيه نبي الله يعقوب فقد بصره من شده الحزن والبكاء على يوسف لقد اشتقت يا زاهد لنبي الله يعقوب وانا اكثر منك فلنبي الله يعقوب محبه في القلوب اللهم اجمعنا به وبيوسف في الدنيا والاخره ماذا بك يا يعقوب؟ ماذا بك يا نبي الله؟ ذبحوا فؤادك، وقتلوا فرحتك بولدك النبي، ماذا بك يا نبي الله، يا ابن إسحاق النبي؟ ضاع بصرك من كثرة البكاء على يوسف، ولكنك ما زلت تدعو وتتعبد وتتوسل إلى الله عز وجل أن يعود إليك ولدك. لقد ضاع بصر أبي. مسكين أنت يا أبي يا حبيبي. سنوات طويلة مرت ولم نجد ريحا ليوسف، ولم نسمع عنه شيئا. ما الذي جناه إخوتي من فعلتهم هذه غير الحسرة والحزن. يهوذا ما الذي جنيته من فعلتك ماذا تقصد يا بنيامين يا ابن رحيل انت تعرف ماذا اقصد يوسف لعله في الجنه الان رحمه الله ولعله على قيد الحياة، ولعلك خسرت كل شيء. أنا لم أخسر أي شيء، ومكسبي أعرفه جيداً. فقد الأب بصره، وزرعنا الشر وحصدنا الندامة. لا أدري كيف صارت بكم الأيام يا آل يعقوب، ما بين أحزان وآلام متتالية. الجزاء، هذا هو الجزاء يا أخي. ألا تعلم أن من يعمل سوءًا يجزى به؟ ترى هل ما زال يوسف على قيد الحياة أم فارقها؟ هو أمر لا يفيد البحث فيه. لقد فقد أبونا بصره، وانهارت قواه. أظن أن يوسف لو كان على قيد الحياة لأصبح شابا جميلا يلفت الأنظار ويخطف القلوب. دعك من هذه الأحلام الوردية فقد قضي الأمر يا لاوي. ربما أراد الله ليوسف حياة جديدة نحن لا نعرفها. هيا لنطعم بلها وزلفة فقد خارت قواهما في هذه السن الكبيرة. ما هذه الأحزان الكئيبة التي تسيطر على بيتنا دون انتهاء لا أدري فلقد مرت الأيام وليس بها جديد إلا الدموع والنحيب نحن السبب يا بلهة كيف يا زلفة تقولين هذا؟ نحن ربينا من أضاع يوسف نحن لم نحسن هذه التربية أصبت الجرح في عمقه يا زلفة كان علينا ان نربيهم على الود والحب كان علينا ان نقربهم من اخيهم يوسف ونشجعهم على حبه كان علينا ان نطهر قلوب الابناء ولكننا لم نفعل لم نفعل ونحن نرى النار تشتعل في القلوب لهذا اقول لك نحن السبب نحن السبب في كل ما يجري حولنا من احزان والام انجزوا مهمتكم إنجزوا على خير وجه فان الملكه تجهز لهذا اليوم وتعد له عدته ظل يوسف عاكفا عابدا يدعو ربه ان يخرجه من هذه المحنه فإن لزوجة العزيز سلطانًا، وإن لزوجها شرفًا، وما بين هذا وذاك لا يلين أمام هذه الفتنة والمحنة الطاحنة. يا شورى، وجهي دعوة لكل نساء المدينة فورًا. سمعا وطاعة يا مولاتي وجهزي لكل واحدة منهن سكينا سكينا؟ لماذا؟ افعلي ما أمليه عليك يا خادمة المطيعة سأفعل يا مولاتي ولكني كنت أود أن تتجاهلي هذا الأمر كيف؟ لا تعطي أي اهتمام لما حدث لابد أن يقعنا في فتنة يوسف وجمال يوسف ولو لدقائق وبماذا يفيد هذا يا مولاتي؟ فيه شيء من الانتقام لكبريائي كمرأة، أمام بقية نساء المدينة لا أفهم وجهة نظرك عليك الانتظار لنرى ماذا سيحدث لهؤلاء السيدات الفضليات حين تقع أعينهن على يوسف سأفعل يا مولاتي سأفعل ما الذي اسمعه زليخه تدعو كل نساء المدينه عندها لماذا كلنا تعجبنا يا مولاي ولا ندري سببا لهذا ابدا ماذا تريد زليخه ماذا تريد بعد كل ما فعلته بي وبنفسها ننتظر قليلا يا مولاي ستظهر الامور تباعا لم اعد احتمل ما تفعله زوجتي يا زخار لعله الخطا الاكبر في حياتي ان تركت يوسف يكبر في بيتي ومولاتي فتنت به ربما هو خطا تلو الخطا انني لم ادرك حجم الفتنه التي تعرضت لها زليخه ياشورة أرسلي في طلب يوسف. يوسف. يوسف أدخل عليهم. هذا إلا ملك كريم. فه... يوسف؟ هذا بشر ملك. إنه ملك. يا ما يا ما لكم يوصف. ما يوصف. لا أصدق نفسي، ملك كريم يوسف يوسف فذلكن الذي لمتنني فيه، ولقد راودته عن نفسه، فاستعصم يوسف ان لم تفعل ما آمرك به فالسجن مصيرك او عذاب اليم بسم الله والصلاه والسلام على محمد ابن عبد الله امام الانبياء والمرسلين من كان يصدق ان يوسف الصديق سيكون ماله الى السجن غرور زوجه العزيز اطاح بعقلها وانكسارها امام يوسف حولها الى وحش كاسر ايها الكاهن النبيل امرك يا كبير الكهنه نريد ان نتخلص من امن حطب خلاصا ليس بعده من رجعه وكيف لنا ان يحدث هذا من الواضح ان امن حطب الملك قد اعد العده لقتالنا في داخل المعبد لا شك في هذا اذن لابد ان نبحث عنه وان نقتله سريعا اتعرف من هو ساقي الملك ومن الذي يطهو له الطعام السم تقصد يا ابابيث يا ابابيث من من الذي يناديني كبير الكهنه يطلبك سمعا وطاعه سمعا وطاعه له ولكل من في المعبد سارتدي ملابسي واتي معك ماذا يحدث لك يا عزيز مصر؟ ضربات متتالية في القلب، هيارات العاشق المهزوم، وضربات المعبد ورجاله السفهاء في الدولة، في قصري أفقد ثقتي في أهم رجالي، يوسف. لا داعي لكل هذه الحيرة يا مولاي. فالسجن هو الحل الأمثل سجن؟ <applause> السجن لمن يا زليخة؟ لمن أذاع وأشاع ما حدث بقصرك يوسف وهل هذا سيسقط أفواه الناس؟ هل هذا سيقيم ظهري؟ ظهري الذي انكسر؟ على الأقل سيعرفون أن ما جرى هو محل شك فإن كنت أهواه، فكيف رضيت بسجنه وعذابه؟ إنه المأزق، إنه عقاب الدهر، ومحنة الحياة ومهانتها. ليس لديك حل آخر يا زوجي العزيز. <applause> زوجك العزيز، العزيز، لقد قد قميصه من دبر. وتقولين لي يا زوجي العزيز: <تصفيق> <تصفيق> كم أنت أبله، <applause> كم أنت أبله ساذج يا عزيز مصر، <applause> عزيز مصر. <applause> 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 ما زال يوسف متأثرا بما جرى، فلقد اهتزت ثقة ملك البلاد فيه. وأصبحت قصته مع زوجة العزيز حديث الناس، ولكن يوسف ما زال يتضرع إلى الله، واثقا في حمايته له من هذه الفتنة العابرة، اشرب يا أبابيث، يا خير من تعبد هو وزوجته وولده للإله آمون. فداك نفسي وولدي يا آمون، أمن حتب يريد أن يقتحم المعبد بجنوده. أمن حتب يريد أن يقضي على آمون، يريد حربا تبيد كل من في طيبة. آمون يبحث عن المخلص من كل هذا. كيف يحدث هذا من مولاي الملك وهو نصف إله؟ ليس نصف إله، قد كان كذلك قبل أن يسخر هو العزيز من الإله آمون. أغث إلهك، أنقذ إلهك يا أبابيث. من الذي ينقذ الآخر؟ العبد أم الإله؟ دعك من هذه الفلسفة وانقذ إلهك ولك كل هذا الذهب مم. ولكني لن أقوم بهذه المهمة وحدي لا بد من وجود بيناروث ساقي الملك ماذا تريد أيها الغبي؟ رجل اقترب عرسه يلهو مع حبيبته اصمت ايها الفقير الغبي لقد جئت لك سابحا في بحر من الذهب ها؟ ماذا هيا هيا اغلق هذه النوافذ كي لا يسمعنا احد ماذا بك يا ابابيس أجمله من فستان زفاف يليق بزوجة ساقي الملك كم أنتظر هذه الليلة كم أحبك يا روح وكم أحبك يا بيناروس ماذا تقول يا أبابيس؟ ليس هناك حل غير هذا نعم لا بد من قتل الملك فلقد كثر بالهنا امون الاعظم وماذا لو حدثت الكارثه واكتشفت المؤامره مستحيل الا اذا فقدت اعصابك امامه واعترفت خذ خذ هذا الذهب وجهز عروسك للعرس الكبير وما هذا يا ابا بيس هذه الزجاجه بها السم الذي ستضعه في كاس الملك أوه. كيف لي ان اغامر بحياتي واقدم على قتل الملك وكيف لي ان اعيش حياتي هكذا فقيرا حقيرا وكيف وافقت على هذا وأخذت من أبي بيس الذهب رأسي سينفجر لا أدري ماذا أفعل ماذا أفعل زاخر لقد اتخذت القرار أي قرار يا مولاي السجن ليوسف يوسف يا زخار لابد أن يدخل يوسف إلى السجن ويختفي تماما عن القصر الرأي رأيك يا مولاي إن كان هذا سيطفئ النار من حولك أنا أنا, أنا غير مقتنع بما أفعل ولكنني لكنني لا أملك أي حل آخر من الذي اتى بك من الباديه يا يوسف لتعيش هذه المحنه القاتله مسكين انت يا يوسف بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد بن عبد الله قرر عزيز مصر ان يدخل يوسف الى السجن لم تاخذه به شفقه ولا رحمه اما عن يوسف فقد استسلم لامر الله وقضائه فاين انت الان يا يعقوب اين انت يا نبي الله وولدك على ابواب السجن ما زال يعقوب عليه السلام يعلم الناس التوحيد والايمان فقد فقد نور البصر ولكنه لم يفقد البصيره نبي الله يعقوب يبدو عليه الحزن القاتل على ولده يوسف. نعم، لقد كاد أن يموت من الحزن. اللهم افرغ عليه صبره. مرت السنون، وقلب الأب ما زال ينادي على ولده في البعد. ما زالت روح يوسف معلقة بين قسوة أهل الأرض ورحمة رب السماء. هل من علاج لحزنك يا نبي الله يعقوب الله هو الشافي يا دينا فلا تياسي من روح الله ولكن ابي يعتصر حزنا ويزداد هما على هم وسيظل هكذا حتى يعرف مكان يوسف واذا لم يعد يوسف سيصبر على بلائه ويسلم امره لله هيا جهزي الطعام اي نفس تستطيع ان تقرب الطعام في ظل هذه المصيبه يجلس يوسف وحيدا متعبدا راضيا بقضاء الله وقدره لا يشغله سوى ان ينجيه الله من هذه الفتنه دون ان يقع في براثنها ماذا بك يا زوجي الحبيب ماذا لو عرفت اني سالقى مصرعي او ادخل الى غياهب السجون ماذا تقول انك تهزي بكلام لا تعيه موت سجن ماذا بك وماذا لو اصبحت وزيرا وربما ملكا ماذا بك يا زوجي العزيز وماذا لو اصبح طفلي هذا اميرا على عرش طيبه هل بك مس من الشيطان يا زوجي هل جننت لا 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 ولكني اتخيل شكل حياتي بعد هذا اليوم وما الذي سيحدث في ذلك اليوم ستعرفين ستعرفين بعد ساعاتٍ قليلةٍ يا زوجتي الغالية. ليتك رأيتني وأنا أرتدي فستان الزفاف. أعتقد أنه في غاية الجمال عليك يا حبيبتي حوراء. ما هذا الحزن الذي يخرج من جنبات صوتك يا بيناروث؟ ماذا بك؟ لا شيء. لا شيء المهم أن تثقي أني أحبك يا حوراء أحبك هل تثقين بي؟ بالطبع أثق بك ولكن لماذا تؤكد لي على حبك الآن؟ لا شيء لا شيء يا حوراء هيا فموعد غداء الملك قد اقترب ترى ماذا بك يا أبابيث إذا اعترفت علينا سنقتل زوجتك وولدك ولا مجال للتراجع عن قتل الملك أم حطب <applause> هل وضعت السم يا بنا روث في شراب الملك؟ نعم وضعته، وضعته. إذاً هيا، هيا بنا، هيا. عودتك إلى بيت أبيك أسعدتنا يا ولدي. لقد كانت رحلة صيد ممتعة يا والدي. ولقد اشتقت إلى طعام أبيبيث الشهي أبو بيث هو أفضل من يطهو لنا أه 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 شكرا لك يا مولاي الملك شكرا وأنت يا بيناروث ماذا ستسقين اليوم من يدك؟ أه أه كل ما تشتهي يا مولاي الملك أه كل ما تشتهي مولاي الملك هذا الطعام مسموم لا لا بل الشراب هو المسموم ولقد حرضني بناروث على قتلك بالسم يا مولاي الملك أتريدون أن تقتلوا أبي أيها الخونة؟ تأكد يا مولاي أني مخلص لك ولا يمكن أن أخونك ارى انه يجب محاكمه ابو بيث وبناروث محاكمه علنيه يا مولاي الملك العفو والسماح يا ملك البلاد فانت نصف اله كريم وغفور انا لم افعل شيئا يا مولاي لم افعل أوه. أوه. الرحمه الرحمه يا مولاي الملك عرسي <applause> الليله على حوراء فماذا اقول لها ولدي ولدي الوحيد سيفقدني الرحمه الرحمه <applause> لا تقلق يا مولاي ملك البلاد فإن التحقيقات ستبدأ فيما جرى ولن يفلت من فعلها ماذا قلت يا هل تم القبض عليهما نعم والتحقيقات مستمره وماذا لو تكلم ابو بيث ستكون انت الضحيه بالتاكيد ولماذا لا تحاول انت الدخول الى السجن وقتل بيناروث وابي بيث هذا مستحيل يا كبير الكهنه فالسجن محصن لابعد الحدود اذا ابلغني بكل جديد عنهما ساحاول ولكني لا اعد بذلك ورضي يوسف بما كتبه الله عليه ولم يضجر ولم يفزع وانطلق مع الحرس الى السجن ودخل يوسف زنزانته ودخل معه رجلان